بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلامذة الأعزاء والأكارم. توجه من خلال هذا النص لتلاميذ السنة الثانية ثانوي تحضيرا للفرض المحروس الأول للفصل الثالث الخاص بالسنوات الثانية ثانوي. يهم هذا النص العلميين والأدبيين، هندسة الطرائق، تقن الرياضي، هندسة الطرائق وغيرها من الشعب. هذا فيما يخص الشعر في ظل الصراعات الداخلية على السلطة. قال أبو حمو موسى الزياني والدولة الزيانية، هنا نحن بخصوص الدولة الزيانية، قال: بهمتنا العليا سمونا إلى العلا، وكم دون إدراك العلا من ملاحم. بمعنى استطعنا أن نسمو وأن نسترجع مجد الزيانيين العالي والرفيع جدا، وأدركنا المنى وأدركنا أهدافنا من خلال الملاحم والمعارك التي خضناها. ثانيا، شددنا لها أزرا وشدنا بناءها، وكم مكثت دهرا بغير دعائم. شددنا لدولتنا الزيانية أزرا، بمعنى شيدناها وبنيناها بعد أن كانت دهرا، بمعنى سنوات طوال وهي بغير دعائم، ويعني أوشكت على الزوال. ثالثا، نظمنا شتيت المجد بعد افتراقه. نظمنا بمعنى استرجعنا أمجاد دولتنا الزيانية بعد أن كانت مشتتة. وكم بات نهبا شمله دون ناظم. كم من المرات تعرضنا للنهب وتشتت شملنا، لكن استطعنا استرجاع أمجادنا. رابعا، وردنا جياد الملك بعد جماحها، بمعنى الملك استرجعناه وروضناه. وشبه هنا جياد الملك بأنها خيل، يعني شبه أن الملك لديه جياد وهي الخيل التي تروض. ردنا هنا بمعنى تروض وتصبح طيعة هينة. وهنا وردنا جياد الملك بعد جماحها فذلت وقد كانت صعاب الشكايم. وهنا المقصود بالشكايم هي العزائم. نقول باختصار البيت الرابع، يقول: روضنا جياد الملك فأصبح الملك لنا في الدولة الزيانية، ويعني بعد أن كان صعب المنال. خامسا، مناقب زيانية موسوية. هنا نسبة إلى أقول موسى الزياني، وهو والد الشاعر أبو حمو. مفهوم؟ أبو حمو موسى الزياني، موسى هذا هو أبوه، بمعنى نسبة إليه قال موسوية. المناقب هي الصفات الحميدة. يقول في البيت الخامس: لدينا مناقب وصفات حميدة، زيانية الأصل وموسوية نسبة إلى موسى الزياني وهو والد الشاعر. يذل لها عز الملوك القماقم. كم من ملك روضناه لأن لدينا مناقب، يعني تهز عرش الملوك. سادسا، يقصر عن إدراكها كل مبتغ، ويعجز عن إحصائها كل ناظم. يقصر عن إدراك مناقبنا كل مبتغ، كل من أراد أن يحصي مناقبنا ومحاسننا فإنه يعجز ويقف قاصرا وعاجزا. ويعجز عن إحصائها كل ناظم، كل من ينظم ويكتب الشعر فإنه لا يستطيع أن يحصيها في قصائده لأنها كثيرة. سابعا، فلله منا الحمد والشكر دائما، وصلى الله على المختار من آل هاشم. نحن نحمد الله على هذا النصر وعلى استرجاع أمجاد الدولة الزيانية، والصلاة والسلام على الرسول الكريم الذي هو من آل هاشم، آل البيت، آل بيت النبي. ثامنا، ونختصكم منا السلام الأثير، ما تضاحك روض عن بكاء الغمائم. نختصكم منا السلام جميعا، يعني يا إما يتوجه للسامعين والقارئين، وإما يتوجه هنا يختص السلام لآل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح. ونختصكم بمعنى نختصكم من بين الناس بهذا السلام. تضاحك له روض وبكت له الغمائم، اللي هي الغيم يعني في السماء، هذه استعارة مكنية. إذن
جمحت الجياد أي رفضت الإنقياد والشكايم هي العزائم موسوية نسبة إلى موسى الزياني والد الشاعر. إلى أي غرض شعري تنتمي هذه القصيدة؟ دعم إجابتك بعبارتين من النص. تنتمي القصيدة، لاحظ في الدولة الزيانية وجدت وصف للحرب ويعني كيف استرجع المجد إلى آخره، نقول تنتمي القصيدة إلى غرض الحماسة، وهو غرض شعري يظهر فيه الشاعر مدى شجاعة وبسالة جيش. عبارتين من النص شددنا لها أزرا بهمتنا العليا، أيضا نقول واردنا جياد الملك فذلت وكانت صعاب الشكايم يدل لها عز الملوك القماقم. هذه كلها عبارات تدل على النمط أو عفوا تدل على الغرض الشعري، وهو أقول شعر الحماسة. ثانيا، كيف استطاع الشاعر استرجاع الملك وتثبيت دعائمه؟ علل إجابتك. نقول استطاع الشاعر أبو حمو موسى الزياني استرجاع الملك وتثبيت الدعائم بعد أن جمع شيء، بعد أن جمعوا شمل جيشهم الذي كان متفرقا، وبعد أن أذلوا رقاب الملوك، وبعد أن علت همتهم وكانوا شجعانا في الحرب، فاستطاعوا بفضل المعارك استرجاع يعني أمجاد أمتهم وأمجاد دولتهم الزيانية. التعليل واضح هذا في النص حين قال وردنا جياد الملك بعد جماحها ونظمنا شتيت المجد في البيت الثالث بعد افتراقه. ماذا يقصد الشاعر بالعبارة الآتية نظمنا شتيت المجد بعد افتراقه؟ يقصد أنهم اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين فاستطاعوا تحقيق النصر. رابعا، كيف يبدو لك الشاعر من خلال قصيدته مجددا أم مقلدا؟ علل إجابتك. نقول يبدو الشاعر من خلال النص أنه مقلد، فغرض الحماسة غرض شعري معروف منذ القديم، إضافة إلى أن الشاعر اعتمد على الشكل العمودي للقصيدة الروي الموحد والقافية الموحدة. ثم قال حدد النمط الغالب على النص وذاكرا مؤشرين له. النمط الغالب على هذا النص هو النمط السردي، النمط السردي، لأن الشاعر سرد علينا كيف استطاع استرجاع أمجاد أمته الزيانية، فالنمط السردي من مؤشراته استخدام الجمل الخبرية، استخدام الأسلوب القص وهو عن طريق تتابع الأفكار في النص، وهذا نلاحظه البيت الأول البيت الثاني البيت الثالث والرابع وهكذا، ثم استخدام الأفعال الماضية الدالة على الأحداث والزمن الماضي بالإضافة إلى الأماكن والأزمنة. أعرب ما تحتوي خط في النص إعراب مفردات. نذهب بكم للنص، نلاحظ شددنا، شدد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على جماعة الفاعلين، ناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، ثم كلمة نهبا في البيت الثالث في العجوز وكم بات نهبا شمله، تقدير الكلام بات شمله نهبا، فيها تقديم وتأخير واحذروا من هذا الجانب، فنقول بات هذا فعل ماضي ناقص من أخوات كان يحتاج إلى اسمه وخبره، اسمه جاء متأخرا وهو شمله، ونهبا خبر بات مقدم منصوب علامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. هاي نذهب بكم أيضا حين قال استخرج من النص صيغة منتهى الجموع وحدد ميزانها الصرفي. صيغة منتهى الجموع في البيت الأول موجودة، ملاحم في آخر البيت، ملاحم على وزن مفاعل وهي صيغة منتهى الجموع باختصار. في الأبيات الأربعة الأولى ضمير بارز حدده وبين عائده ودوره في بناء النص. نقول الضمير البارز في بداية النص هو الضمير ناء الدال على جماعة الفاعلين، بهمتنا سمونا شددنا نظمنا وردنا، فتلاحظ هنا ناء يعود على جيش الشاعر، ها يعود على جيش الشاعر. دوره في النص تحقيق الاتساق النصي والربط عن طريق الإحالة، عن طريق الإحالة. رابعا، ما نوع الصورة البيانية الواردة في العبارة الآتية؟ تضاحك روض عن بكاء الغمايم. تضاحك روض عن بكاء الغمايم استعارة مكنية، شبه الروض بإنسان يضحك، والقرينة هي تضاحك على سبيل الاستعارة المكنية، أثرها في المعنى تشخيص
المعنى وتقويته وتوضيحه ويعني الإيجاز والاختصار. خامسا قال اكتب البيت السابع كتابة عروضية محددا قافيته وحروفه، وهذا خاص بالأدبيين. نذهب بكم للبيت السابع عن طريق التغني. فلله منا الحمد والشكر دائما، وصلى الله على المختار من آل هاشمين. فتلاحظ هنا أنه بحر الطويل، طويل له دون البحور فضائل. فلله منا الحمد والشكر دائما. فتلاحظ أن القصيدة من بحر الطويل. نقول القافية هي هاشمي، هاشمي تكون هي القافية في البيت السابع. حروفها حرف الروي، الميم الوصل هو الياء التي تنتج عن الإشباع، الميم والدخيل هو الشين، وألف التأسيس وهو الألف الذي بعد الهاء، هكذا. أيضا إلى هنا أتمنى أنني قد أفدتكم. نلتقي في نصوص أخرى بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.